السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع مستغانم لنقف على الأشغال نتاع التهيئة نتاع الساحل نتاع مدينة مستغانم على طول حوالي 3 كيلومترات، وفيه تهيئة لبعض الطرقات وإعادة تجديد الخرسانة الزفتية وكذلك بعض الساحات في على مستوى إذن حي سالاموندر. ولاحظت في الصور هذه الأخيرة نتاع التهيئة هذه أنه تم استعمال صبيغة، والله مخجل، شيء مخجل ومحزن أن وصلنا يعني الحد إلى استعمال البنتورة في هكذا التهيئات. اللي هنا لاحظ، شوف هنا صبيغة بالأزرق في هذه التهيئات الأرضية، شيء يعني غير مقبول وغير مهني، وشيء مخجل أن نستعمل البنتورة حتى ولو هي بنتورة سبيسيال، بنتورة بنتورة أكريليك شوية صحيحة، لكن بنتورة تبقى بنتورة. المفروض كان الاستعمال نتاع مواد التغليف النبيلة، ما يسمى الماتيريو نوبل، الرخام والجرانيت وأشياء جميلة، لكن للأسف الشديد نشاهد عملية نتاع ماكياج. هذا الاستعمال تاع البنتورة يعتبر نفس الشيء، استعمال ماكياج لتغطية للديفو دفينيسيون. والله إني حزين جدا أن أشاهد مثل هذه الأشغال الرديئة هذه. وهنا نشوف جانب من التغليف القديم اللي كان موجود قديما، يعني قبل هذه التغليفات، يعني التغليف الأرضي اللي كان موجود في الكورنيش تاع مستغانم أفضل بكثير من ناحية النوعية وحتى الشكل، فيه الأصفر والأصفر والأحمر، ولو الألوان شوية حامقة لكن المادة كانت أفضل بكثير من المواد التي تم استعمالها في هذه التهيئة الجديدة. وكذلك يعني نعود هذه قضية البنتورة، وشفت البنتورة هذه مستعملة كذلك في التهيئة نتاع الشارع عبد الكريم خطابي في الجزائر، استعملوا بنتورة حمراء لتغطية الأخطاء نتاع لي جوان نتاع الأخطاء نتاع لافينيسيون. أمر والله ربي يجيب ساعة الخير إن شاء الله. نترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.